أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وكالعادة نبدأها بالعناوين. من موقع الموقع بوست: عيد الأم في اليمن بنكهة المعاناة والوجع. منظمة اليونيسف تؤكد أن مئات الملايين من الأطفال سيواجهون مخاطر ندرة المياه مستقبلا. وفي الأخبار الأكثر قراءة: رفض الورثة إعطائها 200,000 فنالت 67 مليونا. البداية من موقع الموقع بوست، والذي نشر تقريرا خاصا عن عيد الأم بعنوان: عيد الأم في اليمن بنكهة المعاناة والوجع. وفي التفاصيل يقول الموقع: في عيد الأم لا يمكن أو لا مكان فيه للفرح في أغلب البيوت اليمنية التي تعرفت على أحد أشكال المعاناة وتعيش ضغطا نفسيا رهيبا جراء انعدام الأمن الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والموت الذي طارد حتى أحلامهم. وتضيف الصحيفة: تتشارك في مثل هذا اليوم أمهات المختطفين اللائي يتألمن بمرارة الوجع قلقا على مصير أبنائهن الذين يحرمن من رؤيتهم وغيابتهم السجون وجعلتهن يعشن الألم كل يوم. عشية عيد الأم، رابطة أمهات المختطفين نظمت وقفة احتجاجية طالبت فيها بالإفراج عن 3,000 مختطف لدى الانقلابيين يعيشون تحت التعذيب والإهمال الصحي في سجون الحوثيين. أم الصحفي عبد الخالق عمران تقول للموقع بوست: نحن كأمهات لا نبحث عن أي حق من حقوق المرأة، نبحث عن حق فطري بأن يكون أبناؤنا معنا، متسائلة بصوت متهدج: من يعي ويفهم معنى الأمومة المقتولة في اليمن؟ الحوثيون يحاولون الاستيلاء على مبلغ 38 مليار ريال من أموال شركة كامران، عنوان لموقع المصدر أونلاين، حيث أظهرت وثيقة رسمية سعي جماعة الحوثيين للاستيلاء على مبلغ 38 مليار ريال من أموال شركة كامران للصناعة والاستثمار. وتتضمن الرسالة الموجهة من قبل وزير المالية في حكومة الحوثيين صالح شعبان مطالبة شركة كامران بدفع المبلغ مقابل ما أسموها مكافحة التهريب. وبحسب الرسالة التي حصلت المصدر أونلاين على نسخة منها، فإن المقترح تقدم به وزير الصناعة الحوثي عبد الله بشر في اجتماعات الحكومة والبرلمان وشركة كامران للصناعة والاستثمار. وتعتبر إحدى شركات القطاع المختلط، وتمتلك الدولة فيها نسبة 28% فيما يمتلك بقية النسبة شركاء ومساهمون من رجال الأعمال وشركات تجارية عدة. وفي ردها على رسالة صالح شعبان، اتهمت شركة كامران حكومة الحوثيين باستهداف الشركة بشكل متكرر بطريقة تخالف الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقة بين الحكومة وشركات القطاعين الخاص والمختلط، وقالت إن التعسفات التي طالت الشركة ألحقت بها خسائر مادية. كثيرون يجدون صعوبة في التعايش بسبب غياب المرتبات لعدة أشهر. كان هذا هو مستهل المقال الذي نشره براقش نت للكاتبة عائشة منذر دماج تحت عنوان: مواطنون على الأكفأ. وتتابع الكاتبة: اشتعلت نيران الأسعار، وهؤلاء البسطاء الذين لا يستطيعون تلبية متطلبات أسرهم الضرورية هم أول الضحايا. هؤلاء لا يملكون شيئا سوى مرتباتهم الشهرية التي انقطعت منذ أشهر، فهم الآن يواجهون غول الحاجة والعجز. غول الحاجة يدفع الناس إلى الجريمة، لأن السرقة أصبحت لدى البعض الوسيلة الوحيدة للحصول على الأموال، والبعض فتش جاهدا لكي يحصل على فرصة عمل يعول منها أسرته، ومنهم من عمل في عربات البيع المتجولة، ومنهم من قاد الدراجات النارية وسيارات الأجرة، ومنهم من دفع بأبنائه لبيع الماء وعلب المناديل في الشارع. من هؤلاء من مات في حجرته جوعا لأن كرامته منعته من التسول بعد أن حاول جاهدا ليجد عملا،
ومنهم من ذهب إلى جبهات القتال، لا يهم إلى أي طرف ينتمي، كل ما يهم هو الهروب من الواقع المرير الذي يعيشه. وهناك أم تمتنع عن الأكل لأن طفليها ماتوا جوعا. تذهب الحرب في الناس إلى الهلاك، إلى حيث لا يدرون، إلى الضياع، إلى الموت البطيء. موقع المشاهد نت يقول نقلا عن رويترز إن إيران تكثف من إرسال أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين للحوثيين. وكالة رويترز أفادت أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن لتزيد الدعم لحليفتها الشيعية في حرب أهلية قد تغير نتيجتها ميزان القوى في الشرق الأوسط. وأشارت مصادر مطلعة على التحركات العسكرية طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أن إيران زادت في الشهور الأخيرة دورها في الصراع المستمر منذ عامين، حيث كثفت إمدادات السلاح وغيرها من إشكال أو من أشكال الدعم، ويضاهي ذلك نفس الاستراتيجية التي انتهجتها لدعم حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا. وقال مسؤول إيراني كبير إن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس وهو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران الشهر الماضي لبحث سبل تمكين الحوثيين. وقال سليمان في الاجتماع بحسب وكالة رويترز إن اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية، وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط. إلى موقع الاشتراك نت والذي عنون في صفحته الرئيسية إب مواطنون يجبرون الميليشيات على الخروج من منطقتهم، وفي التفاصيل يقول الموقع مواطنون في مديرية النادرة بمحافظة إب أخرجوا مسلحين ينتمون لميليشيات صالح والحوثي من منطقتهم. مصدر محلي أفاد للاشتراك نت أن أهالي قرية صناع العود طردوا المشرف التربوي المعين من قبل الميليشيات أحمد الصيادي ومعه 9 مسلحين بعد زيارة مدرسة المعرفة بحجة الإضراب. وبحسب المصدر فإن الصيادي قام بتهديد مدرسي مدرسة المعرفة واستبدالهم بخريجي الجامعات على خلفية إضرابهم عن التدريس، وذلك لانقطاع صرف مرتباتهم منذ 6 أشهر. وأضاف أن تصرف مسلحي الميليشيات بتهديد المدرسين أثر الاستياء الواسع في أوساط السكان، فيما قاموا بطردهم من القرية ومنعهم من تعليق شعارات على حائط المدرسة. لا تقلقوا، كلما في الأمر أنهم أرادوا أن يحرفوا أنظاركم عن ذكر أو ذكرى جمعة الكرامة، وهذه تحققت لهم. أما ما عداها فثقوا أنهم مهزومون، ولأنهم يعرفون ماذا يعد لهم بدأوا يطبخون الطبخات لإفشال خطط الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وخطط رجال هيثم. هذا كل ما في الأمر. كان هذا جزءا من مقال للدكتور محمد جميح نشر في موقع حياة عدن تحت عنوان لا تقلقوا، ويضيف الكاتب لا تنجروا كثيرا وراء من رفع شعار الوحدة أو الموت ليسيطر على عدن، وعندما خرجت من قبضته عاد ليغازل الجنوبيين بشعار فك الارتباط، ذلك الذي أراد الوحدة من أجل سلطة اليمن وثروته، واليوم يريد أن يتخلص من الجنوب من أجل سلطة الشمال وثروته. بالنسبة لموقف المعلن أنا مع الوحدة، ولكنني لست من فرضها بالقوة، كما أنني لست من فرض فك الارتباط بالقوة. الجنوبيون هم أول من نظر للوحدة وضحى في سبيلها قبل أن تنتج مطابخ مراكز القوى شعار الوحدة أو الموت، وهم اليوم يعيدون صياغة الوحدة بطريقتهم الخاصة، ونحن معهم في كل خياراتهم. الجنوبيون الذين رفضوا الوحدة رفضوا وحدة النهب والسلب والسيطرة على مقدرات الجنوب، ونحن معهم في ذلك. وإما أن تتاح لهم فرصة الاقتناع بوحدة ندية يكونون فيها طرفا قويا ونديا وصاحب قرار، وإلا فإن الذي قضى على الوحدة هو الذي أنتج شعار الوحدة أو الموت أمس ليدينه اليوم. كنت عضوا في الحوار الوطني في صنعاء، وكان الحوثيون يجتمعون مع أعضاء الحراك الجنوبي ويقولون لهم نحن مع فك الارتباط. ماذا حدث بعد ذلك؟ وصلوا إلى ساحل عدن رافعين الشعار ذاته الوحدة أو الموت. الوحدة التي تدوم هي وحدة الاقتناع، الوحدة التي تتكافأ فيها جميع الأطراف، أما ما عدا ذلك فمجرد دعوات للسيطرة والاستحواذ على السلطة والثروة. موقع الوحدة وينت يعنون
طلاب اليمن بالهند يعتصمون أمام مقر السفارة اليمنية احتجاجا على تعسفات الملحقية الثقافية والمالية، حيث نظم عدد من موفدي الجامعات اليمنية للدراسة في الهند اليوم اعتصاما مفتوحا أمام مقر السفارة اليمنية احتجاجا على تعسفات الملحقية الثقافية والمالية ضدهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية والانتقائية التي تسود تعاملات موظفيها معهم. وقالوا إن بعضا من الطلاب الموفدين للدراسة قد تم قطع منحهم المالية قسرا من قبل الملحقية المالية والثقافية، فيما وصلت مستحقات البعض الآخر لكنهم يرفضون صرفها ويصرفون لبعض منهم بعد تلقي اتصالات من وزارة المالية التابعة للانقلابيين بصنعاء. المعتصمون دعوا الجهات المعنية في الدولة إلى سرعة التدخل لإيقاف الممارسات غير المسؤولة التي تمارس ضدهم والإفراج عن مستحقاتهم المالية، كما طالبوا بإقالة الملحق الثقافي والمالي بالسفارة. أما موقع عدن الغد فقال إن طلاب اليمن حققوا المركز الثاني في البطولة العربية المفتوحة العاشرة للروبورت التي استضافتها قطر والتي يشارك فيها 1600 مشارك يمثلون 12 دولة عربية تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي بقطر وبالتعاون مع الجمعية العربية للروبورت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. من جانبه قال وزير التربية والتعليم عبد الله سالم لملس إن البطولة العربية المفتوحة للريبورت تعد واحدة من أقوى المسابقات التي تقام في الوطن العربي في مجال الريبورت، مشيرا إلى أن طلابنا كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحققوا الفوز رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الحرب. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الاتحاد اهتمت بالشأن اليمني وعنونت في إحدى صفحاتها: الحكومة اليمنية تطالب الصليب الأحمر بكشف مصير المعتقلين في سجون الميليشيات. ونائب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أكد أن ميليشيا الحوثي وصالح تغيب آلاف الأبرياء في سجونها دون مراعاة لحالتهم الصحية أو ظروف أسرهم النفسية الذين يبحثون عنهم منذ قرابة عامين ودون الحصول على معلومات تفيد بمصيرهم. وأبدى عسكر استعداد الحكومة التام لمد يد العون والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنجاز مهامها وتسهيل أعمال فرقها الميدانية من خلال مكتب اللجنة الدولية في عدن، وأضاف أن انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على السلطة خلف المآسي وأعاق أعمال المنظمات الدولية باليمن، في مقدمتها أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تحظى باحترام الشعب اليمني كونها من أقدم المنظمات التي دخلت البلاد. صحيفة الخليج عنونت في صفحتها الرئيسية: استمرار المواجهات شمال المخا والتحالف يكثف غاراته غرب تعز. وفي التفاصيل قالت الصحيفة: تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الشرعية والميليشيا شمال مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز بالتزامن مع قصف مدفعي شنته قوات الشرعية على مواقع الميليشيا في معسكر خالد وسط مشاركة فاعلة لطائرات التحالف العربي استنادا لتقدم قوات الشرعية. وأفادت مصادر عسكرية أن مواجهات عنيفة جرت بين الجانبين في محيط معسكر خالد بن الوليد وجبل النار شرق المخا بمختلف أنواع الأسلحة، استطاعت خلالها قوات الشرعية استعادة منطقة الثوباني جنوب شرق جبل النار. واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات مكثفة مواقع وتعزيزات للميليشيا في منطقة العفيرة ووادي المجش بمديرية الوازعية ومواقع أخرى للميليشيات شرق سلاسل جبال العمري. أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي شعبه بمناسبة عيد النوروز أن هذه السنة هي لاقتصاد المقاومة، وأنه يدرك ظروف الشعب المعيشية ويشعر بمرارة إزاءها. هكذا استهلت الكاتبة العربية ندى تقي الدين مقالها في جريدة الحياة التي تصدر في لندن تحت عنوان اقتصاد إيران في خدمة الأسد وحزب الله، وتتساءل الكاتبة:
لا يدرك الشعب الإيراني أن نظامه هو الذي أدى بهذا الاقتصاد إلى التدهور. كم صرفت إيران من أموال على الحرب في سوريا لدفع رواتب المقاتلين ولحزب الله وللسلاح للدفاع عن نظام فاشل ليبقى؟ كم صرفت من أموال على شراء الميليشيات العراقية؟ كم صرفت من أموال إيرانية على أسلحة أعطيت للحوثيين وعلي عبدالله صالح ولزعزعة الوضع في دول الخليج؟ إيران منذ ثورة الخميني اهتمت بشكل أساسي بتصدير ثورتها إلى كل مكان في المنطقة ولخلق الفتنة بين الشيعة والسنة، وهي مستمرة على رغم العقوبات وعلى رغم انخفاض سعر النفط في دفع أموال طائلة لحزب الله ليستمر في حربه في سوريا دفاعاً عن الوجود الإيراني. إن التمدد الإيراني في المنطقة العربية تم عبر تواطؤ إيران مع النظام السوري وقياديين عراقيين مثل نور المالكي وحزب الله، وعبر الأموال الطائلة التي هدرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدفعها لوكلائها في المنطقة بدل استثمارها لمتطلبات وحاجات الشعب داخل البلد. إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت مصرة على دفع إيران إلى تغيير سياستها عبر التطبيع التدريجي مع هذا البلد، لأن أوباما مثل سياسيين أوروبيين عديدين ومنهم المرشحان للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون ومارين لوبين يفضلون التعامل، لأن هناك قناعة خاطئة في عدد من الأوساط الغربية أن التطرف الإسلامي آت من الدول ذات الغالبية السنية، في حين أن الثورة الإيرانية هي التي بدأت تصدير ثورتها ودفع الأموال الطائلة لتسليح جماعاتها في المنطقة وتشكيل الميليشيات التي مكنتها من الهيمنة في أنحاء العالم العربي. دموع المرشد الإيراني على ظروف اقتصادية صعبة في مناسبة السنة الجديدة ليست إلا مسرحية على شعب كان يمكن أن يعيش في بلد غني، ولكنه لم يشهد يوما منذ الثورة الإيرانية إلا الكوارث والعقوبات والضيق المالي بسبب سياسات توسعية في المنطقة العربية تطمح إلى عودة إمبراطورية الفرس تحت راية الثورة الإسلامية. إلى شبكة البي بي سي، حيث عنونت يونيسف: مئات الملايين من الأطفال يواجهون مخاطر ندرة المياه مستقبلا. منظمة اليونيسف قالت إن الفتيات في أنحاء العالم يقضين 200 مليون ساعة يوميا من أجل الحصول على المياه، وهو الوقت الذي لا يمكنهن قضاؤه في المدرسة. وحذرت المنظمة الأممية من أن نحو 600 مليون طفل في أنحاء العالم سيضطرون للعيش في مناطق تعاني نقصا خطيرا في المياه بحلول عام 2040. وقال نيك ريس الذي شارك في إعداد التقرير إن الأطفال يجبرون بشكل متزايد على شرب مياه غير آمنة، وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بالمرض. منظمة اليونيسف دعت الشركات إلى منع التلوث وشددت على ضرورة أن تبحث المجتمعات عن سبل لتنويع مصادر المياه وزيادة قدرتها على تخزين هذا المورد الثمين. صحيفة البيان في أحد أخبارها الأكثر قراءة عنونت: رفض الورثة إعطائها 200 ألف فنالت 67 مليونا. وقالت الصحيفة: ورثت وافدة سورية تزوجت من رجل أعمال سعودي سرا مبلغا ماليا كبيرا قيمته 67 مليون ريال بعد رفض الورثة دفع 200 ألف ريال. وكانت الوافدة صاحبة الحظ الأكبر قد قدمت إلى المملكة لتلتحق بأسرة رجل أعمال، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها، إلا أن الزواج لم يدم طويلا حيث فارق الزوج الحياة تاركا أملاكا وعقارات عديدة. وتضيف الصحيفة: مات الزوج فرفض الورثة منحها حقها، حتى إنها طلبت 200 ألف ريال فقط لتتنازل عن قضية رفعتها لكنهم رفضوا، وفي النهاية حكم القاضي بإضافتها إلى الورثة لتحصل على 67 مليون ريال بدلا من 200 ألف. تحتاج المنطقة العربية إلى تغيرات عميقة تطال كل مستويات الحياة في الدول العربية، مثل التنمية وتطوير التعليم والصحة بوصفها العوامل الأساسية لتطوير البنية البشرية التي باتت في العالم منذ سنوات طويلة عماد أي تنمية. هذا جزء من مقال للكاتب الفلسطيني سمير الزبن نشرته اليوم صحيفة المستقبل اللبنانية تحت عنوان: العودة عن التغيير تأييد للخراب. ويتابع الكاتب:
حاجة المنطقة إلى المتغيرات وعدم الإقدام عليها جعل بلدانها تعيش حالة احتقان واستنقاع طويلة، راكمت كماً هائلاً من المشكلات وأصبحت قابلة للانفجار منذ عقود. لكن التاريخ شاء أن تنفجر نهاية العام 2010 في تونس عدوى الثورات التي أصابت البلدان العربية الأخرى بسرعة في مصر واليمن وليبيا وسوريا، دلت على التعطش العربي العام إلى التغيير العميق وإلى الحرية. لكن السلطات القائمة لم ترد التخلي عن سلطاتها ولا تقديم التنازلات لشعوبها، وتمسكت بكرسي الحكم حتى النهاية وقاومت التغيير بكل الإمكانيات التي توفرت لها وبكل أدوات التأثير على المجتمع الذي اخترقته بأدوات قذرة طوال سنوات من أجل ردع شعوبها عن خيار التغيير الذي اعتبرته مجرد مؤامرة خارجية. هل نجح ذلك؟ الجواب نعم ولا. نعم، نجح سعي أعداء التغيير في دفع قطاعات راهنت على الربيع العربي كمنجز سريع يغير السلطات في المنطقة وينطلق سريعا خلف عالم سبقنا منذ زمن. كان الحلم بالنسبة إلى قطاعات واسعة قد بات باليد ولا أحد يستطيع أن يسلبها إياه. لذلك عندما دخل الربيع العربي في تعقيدات الصراع ودخلت عليه عوامل إقليمية ودولية وتحول من إنجاز ذي خط بياني متصاعد إلى تحولات تسير في اتجاهات مختلفة ومتفاوتة ومعقدة فيها الكثير من التخريب المصطنع بيد أعداء التغيير وأدوات الأنظمة غير الرسمية. كل هذا دفع العديد من القطاعات إلى اليأس من التغيير، وكأن ما تم القيام به هو إخراج النخبة الحاكمة أي الدولة العميقة من الباب وإدخالها من النافذة. والجواب أيضاً لا، لأن بوابة التغيير انفتحت ولم يعد من الممكن إعادة البشر إلى ما وراء تلك الأبواب التي احتجزتهم لعقود في أوضاع بائسة وأجبرتهم أن يحتفلوا بهذا البؤس بوصفه منجزاً استثنائياً. والخراب الذي وصلته الدول العربية قبل الوصول إلى الربيع العربي بات ممراً إجبارياً للتغيير. فالتغيير ليس مطلباً شعبياً فحسب، بل وهو ضرورة موضوعية وتاريخية لخروج هذه البلدان من حالة الاختناق واحتباس المستقبل من قبل نخبة رديئة وفاسدة ومجرمة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم سنأخذكم إلى معرض سبييت الدولي لتكنولوجيا المعلومات بألمانيا، نتابع بعضاً من هذه الصور المنشورة في صحيفة الشرق الأوسط. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.